أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في تفسير فتح القدير لطالب العلم المبتدئ؟ فتح القدير للشوكاني فيه مآخذ من جهة الصفات، لأنه ينقل عن الزمخشري وعن الرازي وعن بدون أنه غفر الله له، بدون تمحيص، ينقلها على علاتها يتركها، فلا يصلح للمبتدي أنه يقرأ فيه، إنما يصلح لطالب العلم الذي يميز بين الصحيح والخطأ. نعم.